قرعة مكثفة من العنف، لكن أعتقد أنها ممكن تكون أقل من الجرعة التي يمكن أن تحتويها الجريدة اليومية، مش في صفحات الحوادث بس، لكن أحيانا حتى في صفحتها الأولى. دكتور سعيد، هل المسألة مرتبطة بظرف سياسي ولا في تغير حصل؟ يعني الإحساس، الكلام اللطيف اللي كل دكتور عمرنا بنحفظه وبنعرفه عن أن مصر آمنة وأن الشعب المصري مسالم ويميل إلى أن هو شعب يعيش في دعاء واسترخاء أكتر من كده، إيه اللي حصل؟ شوفي، أي مجتمع بيمر بمرحلة تحول من نظام لنظام كأنه في حالة حرب، ودي لسه ما حدش يدركها، يعني لا المؤسسات الدولة بتدرك ان احنا في حالة حرب ولا الشعب المصري بيدرك هذا. بس حتى حالات الحروب كانت بتشهد نوع من السلام الاجتماعي في الداخل، الجبهة الداخلية. ايوه، بس دي نوع من الحرب الداخلية، يعني الحرب بين دولة ودولة بيبقى ده جيش لابس ازرق والتاني لابس احمر، فشايفين بعض والمجتمع معبأ للعدو الخارجي. الان انت عدو داخلي، يعني الصراعات سياسية بتقسم المجتمع، فبيحصل نوع من الحروب اللي مستوياتها مختلفة. يعني شفنا الحكاية دي في يوغوسلافيا السابقة، كان النظام الشيوعي الدولة البوليسية منع التناقضات العرقية، لما تشلتي الموضوع دوت ابتدت الصراعات دي تظهر. شفتي الحكاية دي في سوريا، في ليبيا، في مصر الثورة حدثت لأن كان في انهيار لمؤسسات الدولة، كان في أيضا جرائم، المجتمع المصري كان بيعاني من عنف وجريمة، بدليل أن ظاهرة التحرش كانت موجودة قبل الثورة. واخد بالك ليه؟ لأن كان هل فيها فعلا المنحنى ارتفع ولا لا؟ يعني هل بالفعل زادت الجرائم ولا كانت موجودة ومسكوت عنها لا لا، هي طبعا شيء طبيعي جدا بعد الثورات الدولة المركزية بتبقى ضعيفة، الأمن بيبقى ضعيف، بتنتشر الأسلحة، الرغبة في كسر القانون بتزداد. يعني مثلا اللي قبل الثورة مثلا اللي كان بيبقى راكب عربيته وماسك الموبايل أو بيمشي عكس الاتجاه أو ما بيلبس الحزام كانت أقل من حاليا، لأنه دلوقتي في إدراك إن ما فيش حد هيمسكك. الأسلحة الصغيرة بتنتشر بصورة أكتر لأن في فراغ. رد فعل ولا سبب؟ رد فعل، لأن طبعا أنا حاسة إن ما فيش أمن، فأنت لازم بتأمني بيتك، فبتضطر تشتري أسلحة بطريقة غير شرعية، وبتنتشر هذه الأسلحة، ثم بعد بتنتشر عند المواطن الصالح وأيضا المجرم. صحيح. واخد بالك؟ أيضا الثورة شالت السجادة، فالمجتمع المصري ابتدى ينظر الى نفسه ان في اهمال للتنميه، في اميه، في جاهليه، في قبائل، يعني دي القبائل والعشائر والاسر الاقطاعيه دي تنظيمات اجتماعيه متخلفه، لكن الدوله ما حدثتش نفسها، فبين نسمع مش عارف ايه قبيله يعني الحقيقه برغم ممكن ان احنا نفهم فكره فتره التحول وسخونتها والفوران اللي فيها، لكن يصعب بلع ان الشخصيه المصريه كده حصل لها نوع من انواع الطفره الجينيه اللي حصلت فجاه، وبقى فجاه لقينا نفسنا شعب اعصابه فلتانه ويتقبل نوعيه جرائم مش موجوده وبيمارس نوع عنف لفظي غير مسموح. شوفي، لو كانت الشعوب او كانت لو كان البشر ملائكه ما كانش يبقى في حكومه ولا شرطه ولا قضاء. واخد بالك؟ فاهميه الحكومات هي حفظ النظام وتطبيق القانون. احنا كان عندنا قبل الثورة ما كانش فيه اهتمام بالامن المجتمعي، فكان المجتمع فقط مهمل، الامن ما كانش مهتم. خلي بالك المؤسسات المجتمع مكونة من ايه؟ من خمس مؤسسات: مؤسسة الاسرة، مؤسسة المدرسة، مؤسسة دينية، مؤسسة الاعلامية. اذا فشلت هذه الاربع مؤسسات في السيطرة على سلوك الفرد، اذا المؤسسة العقابية سواء الداخلية او القضاء. خمس مؤسسات قبل الثورة كانوا في حالة أزمة شديدة، بعد الثورة تفاقمت هذه الأزمة. فطبعا السلوك أنا عايزة أحاول أفهم، هل المسألة إن ما بقاش في ردع وعقاب ولا في تحول في طبيعة الشخصية؟ يعني دكتور يحيى، مشهد هقول لك ببساطة، لو إن شخص عايش برا مصر نزل مصر قبل 25 يناير كان يسهل عليه إنه يلاحظ الأعصاب الفلتانة، إن مجرد إن عربية تحك في عربية تانية ممكن المسألة تتحول لخناقة وممكن كمان توصل لجريمة أحيانا. بعد 25 يناير، الأيام اللطيفة اللي عشناها بعد الثورة مباشرة، كان ممكن إن الاتنين اللي خبطوا في بعض ينزلوا ياخدوا بعض بالحضن ويبوسوا بعض والموضوع يمشي إلى حال سبيله، وبعدين عدنا مرة تانية إلى نفس حالة الاحتقان. هل ده معناه أننا نستطيع أن نربط الظرف السياسي الإحساس بال إيه زي حاجة متفسر هذا الأمر؟
هو بس هضيف حاجة مهمة، الثورة على فكرة زي الحمل هي الولادة، يعني ما يسبق الثورة ده فترة حمل طويلة. مصر عاشت فترة حمل طويلة، بس حملت معلش بأشياء مشوهة كثيرة جدا على مدى الوقت. جت الثورة راح ده كله طالع، يعني أنا مش شايف إن ده نتاج للثورة، لا هو زي ما يكون اللي جه، وإلا هنعمل زي الناس اللي للأسف اللي ما زالت أفكارهم مسيطرة، اللي هي فكرة إن الفعل الثوري ده فعل منفصل عن السياق العام، لا هو مش منفصل خالص، هو الثورة قامت بما هو متراكم في المجتمع. بدايات الثورة كان ليها شكل، كملت بشكل تاني، لأن الثورة مش جهة واحدة، الثورة جهتين أو جهات قصاد بعض. معلش استعمال العنف من الجهتين مش من جهة واحدة، ما ينفعش نلوم جهة واحدة. الدولة ما قبل الثورة كانت الدولة بتهيئ لده، اللجوء للعنف السهل، قانون الطوارئ المستمر اللي لجى فكرة العدالة أصلا، لجى فكرة حقوق بني آدم، لجى فكرة. عقبال ما وصل 25 يناير كانت تقريبا كل الناس ممتلئين إحساس بعدم أمان، على فكرة كان موجود طول الوقت، انفصال شديد بين مؤسسات الدولة وبين الأفراد. أنا مش عايز أتكلم في السياسة، بس أنا هنقل في الآخر لما هو فرض بقى على مستوى الشخص البني آدم. أي بني آدم يهدد، بالذات لما يبقى النداء موجه من أعلى سلطة اللي هي المجلس العسكري، انزلوا حرسوا بيوتكم، أنت قصرت العقد اللي على أساسه قامت المدنية والحضارة. العقد بيقول إيه؟ أنا هتنزل عن حمل السلاح مقابل أنك أنت تمسك السلاح وتحمين. فجأة أصحى من النوم أكتشف أن اللي ماسك السلاح بيقول لي أنا ما أقدرش أحميك، انزل احمي نفسك. إذن العقد الأساسي ده سقط. ده بقى هنا ما بقتش عدم أمان، أنا ارتديت، ده بيسموه نقوص، يعني لمراحل بدائية جدا من وجودي اللي هي لازم أحمي نفسي. الإنسان في الحالة البدائية بتاعته، وبالذات لما السلطة الأعلى تقول له احمي نفسك، لازم يبقى التعامل بتاعه مع الآخرين بالحدس. بس أني حدس بقى؟ حدس التوجس، حدس الريبة، حدس إن أنا اللي قدامي ده مش ضامن هيعمل إيه، معاه سلاح ولا ما معهوش سلاح، وبالتالي بيبقى عنيف وعدواني، وبالتالي فيبقى كمية العنف عالية. تنشيط المستويات البدائية في أي بني آدم إلى هذه الدرجة لازم يصاحبه معلش حاجتين، إن العقل الواعي اللي مسيطر على الكوابح بتاعتنا ومسيطر على الاندفاعات بتاعتنا يبتدي يريح على جنب، لأنه ما عادش هيحميني، يعني في هذا النسق السياق اللي أنا بقوله دوت العقل مش هيحميك، فبتضطر أنت الآخر تروح ماشي بالجزء البدائي. البدائية دي تخلي الكوابح بتاعتك أقل، ميلك للعنف أسرع، حتى الرغبات بقى تبتدي تبقى قيمتها تعلى، اللي هي اللذة العاجلة. لكن رغم كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، هذه الفترة على وجه التحديد اللي حضرتك بتتحدث عنها شهدت مستوى من الترابط الاجتماعي. ما هكملك. عدم الأمان ده جزء من البدائية. الإنسان البدائي الأول على فكرة كانت أزمته بتتحل بحكاية إيه؟ الانتماء لمجموعة. بالظبط، إنهم يتلموا مع بعض. هتلاقي الناس في الشوارع راحوا محضنين بعض عشان يحرسوا بعض، ده صح. هتلاقي الناس جريت تنضم لأي جماعة، لأي مجموعة تبقى مع بعض، لأن أنا هجيب القوة منين؟ هحمي نفسي إزاي؟ أنا محتاج ظهير كبير يحرسني، محتاج ظهير يقف جنبي وما حد يفكر يجور عليا. فابتدت فكرة تتعمل بقى كانتونات أو تبقى في جماعات. حضرتك بتقوله البعض سيقرأه بفكرة إن يعني إحنا كنا عايشين قبل 25 يناير في الجنة ونعمها، وما كانش فيه تحرش وما كانش فيه جرائم سيئة. على فكرة ما قلتش إنها جنة خالص، أنا بتكلم على قراءة الكلام، إن المسؤول عن إطلاق هذه الكوابح كان هو دي خدعة. ما حدث في 25 يناير هو نتاج لكم تدهور وفساد على مدى عشرات السنين. ليه؟ أنا الثورة زي ما قلت كده انها بتروح مطلعه اللي خزنته على مدى السنين اللي فاتت. من اول تدهور، يعني يكفي انا دايما بفتكر الحكايه دي مهمه جدا، لما يبقى في التراث المصري اللي هو فيه امثله بتاعته، وانا بحب الامثله الشعبيه لانها بتعكس شكل اللاوعي الجمعي بتاع الشعب المصري. لما يصل ان في نهايه عصر الرئيس السابق مبارك ان يبقى المثل اللي بيتقال عادي، العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع، هو ده المثل اللي كان موجود. احنا بقينا في دولة لا قانون، او اصبح للقانون وظيفة واحدة. الناس كانت جاهزة لفقدان الثقة في اي شيء، فلما جت في الاخر كمان ومش هنحميك، احنا كنا عايشين خدعة. على فكرة ان انا